جناتيني احترمه جدا جدا سي هشام الشريف، لكن جيني اول عام قال لي راني فلوس عطيني محمد سعد تاع الواحد تاع نتاع نتاع سبونسور ان شاء الله، وعطانا 30 مليون في عامة اليوم انا 75 وعدني. قال لي المشكله كبير انه قال لي عامين تو نتعدي بظروف صعيبه نعمل 75 مليون كونترا، العام اللي بعده راني نزيد. العام اللي بعده معناها العامين اللي بعد انا جو سيبورت معك عامين ما تزيدنيش نقف هكا وخيين كيما اليوم ما عندي حتى مشكله. غدوه جيني دينيس تقول لي 500 رفضت في وقت من الاوقات من شركه كونكورونت ناتيلي خاطر قلنا الاولويه لشركتنا واللي هي في بلادنا. اليوم تجيني 100 مليون من عندي ليست ونقبلها. تيما يقول لك هنايا بون مش لازم ندخل ياسر في البيب نعملوا بيبليسي غراتويت. شركه مثلا تاع ديليس نتاع حمدي المدب معناتها مربوطه اوتوماتيكمون بالترجي الرياضي التونسي ويقول لك هون العباد تربط، هذا هو الرابط وهذا هو التساؤلات. انا اليوم انا حكيت في الترجي وتعاركت مع الترجي وفي رادس قلت لهم مذب النور اليوم كل واحد اليوم كل واحد ياخذ حقه. فما الترجي الرياضي التونسي كل جمعيات هذه حقيقه مش اليوم ترجي الرياضي التونسي هنا واحنا بعد عليها تحب حقيقه تحب. انا اليوم نخرج نكذب رئيس جمعيه فما رؤساء واو الترجي تي جيبك للترجي تحب ولا تكره. اليوم عباد تخلص كل شهر وشهر ولو ساكت تصب له شهريته اوني با ترجي. كنا عام 90 اسي بي تفجع ترجي تحب ولا تكره وتفجع جمعيه تونس الكل. اليوم مش خاطر فيها السعيدين السعيدين يعمل مش حب ورباح ترجي في رادس مش معناها نقولوا معناها حاجه كبيره ولا ربحنا سي اس اس في وقت من عندنا 14 سنه ربحنا عادي جدا ربحنا الاطوال عندنا 30 سنه ربحنا ليه. اما اليوم نحكيوا على جمعيه عندها 15 مليار ومداخير في العام ونجيو نحكيوا على جمعيه كانوا من 2 مليارات ونص نقاوم 900 مليون ونحارب فيها وباش بربك سبحانه وتعالى. هذا كي تجيك المساعده مثلا من ترجي رياضي تونسي ما ترفضهاش معناتها من كونكورون معناتها ولا ترجي ولا غيره معناتها. شرف الدين كلمني قال لي تجي البنس احنا نعملوا فيها ديما الجمعيات فما برشا جمعيات تجي بحذنا نخلصوا الموتيف معناتها ما تضيفوا. والعكس بالعكس قال لي والعكس بالعكس كلمني قال لي احنا رانا نحبوا. قلت له بارك الله فيك ما نخلي حتى حد جمعيتي حتى جمعيه ما تنجم تعاوني كلهم ربي معهم اللي في حاله باهي ربي يزيد واللي ما حالته تعبه يعاون روحه كلهم تعبين معناها فهمت. اليوم انا جمعيتي ما يعاونني حتى باش يجيني انا سبونسور ما عند رئيس لان عادي معناها في وقت من الاوقات رفضنا خاطر حبينا نعطيه بريفيليج لشركه اخرى اللي هي نتاعنا طلعت اخويا البعيد بالك يكون لك خير من القريب. اما نرجعوا للاستاج هذا ماهوش حمدي المدب وماهيش ديليس وما صارش الحديث وما فماش منه وكيف كيف من البدع اللي خرجوا فيها الابواق اللي تحب ولا تكره سي سمير يعقوب بالله يلومنا زاد كيف كيف سمير يعقوب زاد خارج في الحكايه هذوما يقول لك انا راني ما عملت لهم حتى شيء وانا انا الانتوراج تاعي معروف سي هو يقول لك في كل يوم قاعد يسمع في شتيمه وهو كان في الكشف. انا من اقرب الناس ليا خالد بن سير كان القائد نتاعو في الكشف ما نجمش يقريه هو الحسنه في الويح ويقريني انا الشتيمه ما تنجمش تكون زاد انت قراك الحسنه معناتها هو البارح هو دعا للتهت زاد هو البارح قال لي جاسي بون كل شيء بالتالي تقول له راه ما طيحليش في النيفو معناها قاعد تيم بروفوك قاعد تطر العباد اللي انت في وجه باهي وما هو ميم تون تجي من ناخذ شويه تفاعلات نبدا معك سمير السليم شنو هو فرق بين جمعيه تعاون جمعيه ممكن يكون فما تاويلات لكن لما مؤسسه اقتصاديه تعاون جمعيه هذا حاجه عاديه وبالعكس هو عبد السلام كرئيس جمعيه يقبل الشركه اللي عطيتها اكثر فلوس سبونسر سي واحد نبدلوا بربي العقليه هذه والتفكير هذايا. برشا اسئله هم العبسية ان شاء الله بالوقت نسلم عليهم لكن السؤال الاولاني في علاقه باللي نحكي فيه هنا في علاقه باللي نحكي فيه جوستومون انه ناس هذوما تقدموا لعبد السلام السعيداني بمقترح انه ياخذوا جمعيه وحملوا حمله انقاذ بما سميت حمله الانقاذ والجمال بما حمل زاد حطينا هم واكدوا عليها انا عندي بجميع فروعها وانا عندي المعلومه هذه انه مش ياخذوا جمعيه لثلاث اربع شهور اللي جايين حتى لفان جويي ولا شنو باش ينقذوا جمعيه وسموها لجنه انقاذ. اثنين لمدوا وقتها 500 الف دينار كاش حاضرين ولا شنو في انتظار انه مش يلمدوا ملياردو وظهرت الفلوس بعد السعيداني ظهرت الفلوس وظهرت كذا وقلنا ما يسالش ما دام ما فما مصلحه السي ابي ما فما حتى مشكل لجنه انقاذ لثلاث شهور تخدم هذه ومن بعد ترجع الهيئه المديره نتاع السي ابي تخدم على روحها ما راعني